واحد بيقول هل الانسان مسير ام مخير؟ السؤال ده ياما قالوه وياما اجيب عنه. لو سيسر صاحب السؤال ده ما حضرش. الانسان مخير في كل اعماله الادبية، في كل تصرفاته الادبية، يعني الخاصة بتصرفاته بأخلاقه وغير كده، لكنه ليس مخير في كل الحاجات دي، مخير في كل أعماله الأدبية، لكنه ليس مخيرا في شكله ولا في الجنس اللي اتولد منه ولا في العيلة اللي اتولد منه ولا في طوله ولا في عرضه ولا في لونه إلى آخره، لكنه مخير في تصرفاته الأدبية، لأنه إذا لم يكن مخيرا يبقى لا يوجد حساب. الله لا يحاسب إلا الشخص اللي يكون حر في ارادته. اذا ما كانش حر في ارادته ما يحاسبوش، لو ولا القانون المدني حتى يحاسب. واذا كان غير مخير في حياته، ليه ربنا بيدي وصايا؟ وليه بيعمل دينونه؟ فالوصايا ازاي واحد مسير ويديله وصية؟ يملك ايه؟ كيف ينفذ الوصية؟ على رأي الشعر اللي بيقول ألقاه في اليم، يعني في البحر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فيجيب واحد مسير ولا يملك إرادته ويقول له لازم تكون قديس ولازم تكون كامل، مش معقول الكلام ده. فالإنسان مخير في كل التصرفات له، والله لا يحاسب الإنسان إلا إذا كان حرا مريدا عاقلا، عاقلا حرا مريدا.